أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم خلال الفترة من 26 حتى 30 من ديسمبر 2021 توظيف 642 باحثا عن عمل في 403 شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، إلى جانب تدريب 353 شخصا. وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للمتوظفين بلغ 26344 موظفا، متجاوزا بذلك العدد المقرر توظيفه ضمن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خلال العام الماضي، وهو 25,000 مواطن، بينما وصل إجمالي من تم تدريبهم إلى 12,841 متدربا، متجاوزا إجمالي عدد المتدربين المستهدف، وهو 10,000 فرصة تدريبية في العام 2021.